أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المنافق المذكور في الحديث إذا حدث كذب؟ يقول: هل المنافق المذكور في الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف؟ لا لا، هذا المؤمن، المؤمن يكون عنده شيء من صفات المنافقين، أما المنافق الخالص والعياذ بالله هذا كافر، المنافق الخالص هذا كافر. أما اللي فيه صفة من صفات المنافقين وهو ما فيه كفر مؤمن، فهذا لا، هذا من المؤمنين لكن عنده نقص في إيمانه. نعم. فالنفاق على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو تقول نفاق اعتقادي وهذا كفر والعياذ بالله، أو نفاق عملي وهذا ليس كفرا، وإن سميته كفر هو كفر أصغر. نعم. والنفاق الأصغر يصدر من المؤمن، من بعض المؤمنين. نعم.